خيوط علاقة إنسانية تنسج يوميا بين هاجر والوافدات على مركز تمكين المهاجرين. داخل الحصص المخصصة للصحة الإنجابية والوقاية، تحاول هاجر تقديم الدعم للنساء في وضعية غير قانونية بمصاحبتهن أثناء الحمل ومساعدتهن على الولوج للخدمات الأساسية عند الولادة. المرأة ملي كتصيف ملي كتخرج من بلادها كتخرج على اساس انها سي فغي جايه على ود الهجره، ولكن داك التراجي اللي كضرب كيطراو فيه مشاكل بزاف ك لو فيولونس سيكسويل العنف. يعني ملي كتوصل هنا للمغرب كتوصل في واحد الحاله نفسيه قبل من الصحيه، كتوصل في واحد الحاله نفسيه يعني مزريه. الوغ حنايا هنايا مع لاسيستونت سوسيال كتقوم بواحد يعني استماع، حصص ديال استماع باش كتهيئها نفسيا، وكتتم واحد المرافقه مع لي زيد سوانيونت على المستوى ديال المستشفيات والمراكز الصحيه. تختلف اللهجات وتتعدد المعاناه، ولكل مهاجره حكايه، وداخل هذا الفضاء يكون الانصات. فالمركز يقدم الدعم والتوجيه لازيد من 170 امراه وطفل. لقد جئت في وضعية جد صعبة، والجمعية احتضنتني وأنا حامل ووفرت لي المتابعة الصحية ووضعت طفلي بمستشفى السويسي. وفي الوقت الذي يتبدد فيه حلم النساء الإفريقيات بالهجرة إلى أوروبا، يظل هاجسهن مستقبل أطفالهن الذين رأوا النور على أرض المغرب.